أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لفترة 6 أشهر. اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 15 من يوليو 2020، ويهدف القرار إلى دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم. هذا وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن قد شكلت بموجب قرار المجلس 24/22 بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب تمديد ولاية بعثة المراقبين لدعم اتفاق الحديدة، وموقف الحكومة الشرعية والتحالف من الجمود الذي يسيطر على اتفاق ستوكهولم. قبل أن نستقبل ضيوف هذه الحلقة نذهب لمتابعة التقرير التالي. 6 أشهر إضافية لبعثة الأمم المتحدة في الحديدة، قرار جديد لمجلس الأمن الذي انعقد الاثنين الماضي. المجلس الذي قرر بالإجماع تمديد بقاء البعثة الأممية حتى 15 من يوليو القادم برر هذه المهلة بدعم بنود اتفاق ستوكهولم والخاصة بمدينة وميناء الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى. وفق نص بيان الاجتماع الأممي، فإن مجلس الأمن يعهد للبعثة قيادة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار والإشراف على وقف إطلاق النار وعمليات إزالة الألغام على نطاق محافظة الحديدة. تأسست البعثة الأممية في 16 من يناير 2019 بعد فترة وجيزة من إعلان اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، وتضم 35 مراقباً عسكرياً و20 موظفاً مدنياً وفق تقرير خاص بالأمم المتحدة صدر في أكتوبر الماضي. ومع ذلك فإن هذه البعثة بحسب وقائع ميدانية فشلت طوال عمرها البالغ سنة كاملة في تطبيق أي بند من بنود اتفاق السويد، وهو ما طرح تساؤلاً حول الهدف من تمديد فترة وجودها. بالنسبة للحكومة فإن البعثة الدولية ليست جادة في عملها ومتماهية في بعض مواقفها مع ميليشيا الحوثي، ويرى مراقبون أن فشل البعثة في مهامها جزء من مخطط دولي يرمي لإبقاء اليمن في حالة انقسام دائم، ما يجعل التمديد لولايتها تمديداً للفشل ذاته الذي يقدمه المبعوث الأممي مارتن غريفيث كإنجاز دولي. إذن مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد، ونبدأ الحلقة مع الصحفي عبد الحفيظ الحطامي الذي ينضم إلينا من محافظة مأرب. مرحبا بك سيد عبد الحفيظ. بداية، كيف تنظر إلى تمديد بعثة المراقبين الدولية في الحديدة؟ نعم أختي الكريمة، طبعا التمديد هو تمديد لعمليات ومسلسل القتل والمجازر في الحديدة، وتمديد للفشل لعامل من الفشل، وبالتالي ستدخل الهدنة إلى عامها الثاني بالمزيد من عمليات الإجرام، عمليات الانتهاكات، عمليات القصف، عمليات الترويع، لتبقى الحديدة ملفا وجرحا مفتوحا على المزيد من الاقتتال، المزيد من الدمار، المزيد من تدمير مؤسسات الدولة، المزيد من عمليات النهب، وبالتالي ينعكس سلبا على الواقع الإنساني الذي بني عليه ملف ستوكهولم، وهو فيما يتعلق بملف الحديدة الذي قيل بأنه ملفا إنسانيا، واتسعت الكارثة الإنسانية لهذا الملف، وللأسف الشديد تدخل الأمم المتحدة لفضل 6 أشهر إلى عامل من الفشل لم يتحقق ولو نسبة 1% من ملف الحديدة. وبالتالي باعتقادي بأن أجهزات دولية تريد أن تبقى الحديدة جرحا مفتوحا، بل ربما تبقى القضية اليمنية جرحا مفتوحا على احتمال صراعات، وربما تمتد ليس على الجغرافيا اليمنية فقط بل تمتد إلى الجغرافيا الإقليمية. وبالتالي في اعتقادي بأن ميليشيات الحوثي خلال 2019 فقط كمثال يعني تمكنت من الحصول على قطع الصواريخ البالستية، وتمكنت من الحصول على الطائرات المسيرة أكثر من ال4 سنوات الماضية، وتحت غطاء أممي وتحت غطاء ملف الحديدة وتحت سقف الهدنة امتلكت هذه الأسلحة وقصفت المدن اليمنية وقصفت حتى دول الجوار، وهددت المياه
المياه الإقليمية الدولية في منطقة باب المندب ومرورا بكافة الشواطئ في الساحل الغربي. وبالتالي في اعتقادي بأن بقاء هذا الملف مفتوحا هو المزيد من الانتكاسات والمزيد من المجازر والمزيد من الدماء والمزيد من زراعة الألغام، وبالتالي لا 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 مؤشرات حل وانما تعقيد الازمه اليمنيه، وبالتالي مطالب الحكومه الشرعيه وقوات التحالف بحث معركه الحديده. نعم سيد عبد الحفيظ، الان بعد كل هذه المده الزمنيه التي منحت لاتفاق ستوكهولم وايضا للبعثه الدوليه وعدم الوصول الى اي نتائج، بل على العكس الوقائع على الارض دائما ما تشير الى العكس من ذلك تماما، هنالك من يرى ان هذا التمديد يعتبر فشلا في اتفاق ستوكهولم الموقع قبل نحو عام تقريبا. كيف، ما الذي يراهن عليه المجتمع الدولي للاستمرار في هذا الاتفاق والتمديد للبعثة الدولية رغم كل هذا الفشل على الأرض؟ نعم، التمديد هو اعتراف أممي واعتراف دولي بفشل هذا الملف. ما لم تنجزه الأمم المتحدة خلال عام لن تستطيع أن تنجزه خلال نصف عام، وبالتالي في اعتقادي أن الأمم المتحدة التي لم تتمكن من خلال ثلاثة رؤساء للجنة التنسيق وإعادة الانتشار لم تتمكن من ولو تنفيذ بند واحد من بنود ملف الحدود المتفق عليه في ستوكهولم، وبالتالي في اعتقادي لا توجد حتى البيان الذي المداولات مجلس الامن لم يتحدث عن ما هي المتغيرات في امكان احداث اختراق جديد في ملف الحديده، لا توجد كل معظم الكلام الذي يدور كلام عام كلام ضبابي للاسف الشديد للاستهلاك الاعلامي فقط، وربما المبعوث الاممي حتى المبعوث الاممي مل من الحديث في هذه القضيه، وبالتالي فهناك اجهزه دوليه للاسف الشديد تراهن على بقاء اليمن جرحا مفتوحا في المنطقة، والمتضرر الوحيد هم أبناء الحديدة الذين يدفعون الثمن من دمائهم ومن أشلائهم ومن أموالهم ومن ممتلكاتهم، وبالتالي ستبقى هذه الحرب مفتوحة للأسف الشديد ما لم تتوجه الحكومة الشرعية وقوات التحالف لحسم معركة الحديدة، لكن يبدو حتى القوات الحكومة حتى قوات التحالف الحكومة الشرعية ربما أيضا غير متمكنة من حسم المعركة بسبب تداخل وتقاطع الأجهزات في مواجهات الساحل الغربي، وللأسف الشديد هذا طبعا يضعف الدور للتحالف ويضعف أيضا دور الحكومة الشرعية، ويجب على الحكومة الشرعية معالجة هذا الوضع للأسف الشديد المخترق في الساحل الغربي، لأنه لا توجد قوات مشتركة كما يقال بهدف واحد. أمس منذ يومين اقتتلت الألوية العمالقة مع حراس الجمهورية، وبالتالي هناك تقاطع هذه الأجهزات التي ترعاها الإمارات للأسف الشديد تعمق من جرح أبناء الحديدة، والتي جاءت ورفعت الإمارات بأنها تستطيع أن تحرر الحديدة لأيام، وبالتالي للأسف الشديد اليوم تنزف الحديدة بسبب بقاء ميليشيات الحوثي وبسبب تواصل وصمت الإمارات التي هي إحدى التحالف العربي وبسبب تقاطع المصالح بين كافة القوات التي تقاتل على الأرض. نعم، إذن السيد عبد الحفيظ الحطامي تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا بالحديث السيد عبد العزيز الهداشي المحلل العسكري الذي ينضم إلينا من الرياض. مرحبا بك سيد عبد العزيز، كيف تابعت جلسة مجلس الأمن الأخيرة التي خلصت إلى تمديد آخر لعمل بعثة المراقبين في الحديدة؟ أسعد الله مساءكم وتحية لكم ولضيوفكم الكرام. جلسة مجلس الأمن في هذا الشأن وفي أي مكان في العالم، يعني ليس يعني أي بعثة أممية في العالم، تكون هناك جلسة لمجلس الأمن لتمديد فترة عمل المبعوثين الأمميين أو لفترة أو تمديد فترة عمل القوات الأممية في هذه المنطقة أو تلك. لو تلاحظين من عام 73 ومجلس الأمن من عام 1973 يعني ما يقارب نصف قرن، ومجلس الأمن يعقد جلسة كل ستة أشهر أو كل سنة لتجديد بعثة الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ما بين في الجولان ما بين سوريا وإسرائيل، ومن عام 2006 ومجلس الأمن برضو يعقد نفس الجلسات. لا يتم سحب المبعوثين الأمميين أو سحب القوات الأممية للسلام أو إلا بطلب من أحد الأطراف، ويحضرني في هذا عام 67 قبل نكسة 67 مصر طلبت سحب المراقبين الدوليين من مضايق تيران ومن سيناء، وهو ما أوحى بقدوم حرب. إذا اللجنة هذه بشكل يعني عمل المجلس الأمن يعقد جلسات روتينية
ويمدد يعني لقوات حفظ السلام او قوات المراقبه الدوليه التابعه له يمدد فتره عملها. هذا عمل روتيني لا جديد فيه، ما لم يتقدم احد الاطراف الملحوثيين او الشرعيه لابعاد المراقبين. نعم نعم، اتفاق ستوكهولم الذي لم يخلص إلى أي نتائج على الأرض، يسأل البعض أين هو الخلل؟ هل في المدة الذي منح مجلس الأمن لهذا الاتفاق، أم في المجتمع الدولي الذي يتهمه البعض بالحرص على إبقاء الوضع في اليمن على ما هو عليه، أم في أطراف الصراع التي لا توجد لديها النوايا الحقيقية للتوصل إلى حل؟ أين الخلل سيد عبد العزيز؟ الخلل في أطراف الصراع نفسها، إضافة إلى أن الخلل في الاتفاق نفسه في تفسير بنود الاتفاق، لكن الخلل في أطراف الصراع وفي تفسير آلية التنفيذ. يعني عندما أشار أن قوات الأمن المحلية أو القوات المحلية هي التي تدير الأمن في الحديدة، كان المعنى هذا فضفاض وكل فسره على هواه أو حسب رأيه. لكن بعد مرور فترة، يعني الحوثي كان الطرف الأضعف في تلك الفترة، الحوثي أراد أن يماطل حتى كسب الوقت وأعاد تجهيز نفسه. الآن الحوثي لا العملية لن تفرق معه كثير، يعني سواء سحبت القوات المراقبة الأممية أم لا، فهو في وضع عسكري جيد وأفضل مما كان عليه في تلك الفترة. المهم العودة إلى موضوع ستوكهولم، هو ولد ميتا والاتفاق لم يتم التوقيع عليه، وكان نتيجة ضغوط دولية من جميع الأطراف. للتذكير أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هي من ضغطت لاتفاق ستوكهولم ضمن الأجندة وضمن اللعبة الدولية، لكن الأطراف المحلية والمتصارعين المحليين إذا استطاع أحد منهم أن يطلب من البعثة الأممية المغادرة أو يفجر المعركة بتنسحب القوات المراقبة الدولية هذه بشكل آلي. نعم نعم. إذن سيد عبد العزيز اسمح لي أن أعود إلى سيد عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، أنت في حديثك أشرت إلى دور الحكومة وما يجب عليها من معالجة هذا الوضع، ولكن هنالك من يتهم الحكومة أيضا بالعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه، و جهات أو أفراد يتم اتهامهم بالفساد داخل الشرعية بالاستفادة من بقاء الوضع على ما هو عليه. نعم أختي الكريمة، طبعا الحكومة الشرعية في اعتقادي بأنها عاجزة في الوقت الراهن، لأن هذا العجز للأسف الشديد تكمن خلفه أجندات داخل التحالف العربي، وبالتالي إذا ما أرادت الحكومة الشرعية أن تعود إلى الواجهة وأن تكون مسؤولة أخلاقية وتاريخية ووطنية أمام الشعب اليمني، فعليها أن تعيد النظر في المسار العسكري الميداني في محافظة الحديدة، ليس في محافظة الحديدة بل في مختلف الجبهات، لكن على أن نتحدث عن مسار المعركة في الساحل الغربي، والتي للأسف الشديد أصبحت قوات طارقة تسيطر على الكثير من قوات الأمن والقوات الشرطية والكثير من التجنيد الإجباري للعديد من أبناتهم، ويتم شراء الولاءات وتأسيس الألوية ويتم دمجها في إطار القوات التابعة لطارق عقاش، إضافة إلى تجنيد المئات بل ربما الآلاف بحسب مصادر ميدانية ممن التحق كانوا بالأمس يقاتلون إلى في صفوف الميليشيات الحوثية، أصبحوا ومن ضمنهم طارق عقاش من دواعي السخرية والشيء المضحك في هذه البلاد، أصبحوا للأسف الشديد اليوم يتبارون ويدعون بأنهم يقاتلون ميليشيات الحوثية، بينهم في الواقع يمثلون أجندات للأسف الشديد تعيق مسار تحرير محافظة الحديدة. الكثير من الجهات تدرك بأن تحرير محافظة الحديدة وحسم المعركة فيها وحسم المعركة في اليمن تعتبر آخر شريان للميليشيات، من خلالها تستمد السلاح والمال والقوة وتهريب التقنيات والخبراء الإيرانيين، وبالتالي حسم معركة الحديدة للأسف الشديد حتى لا يوجد من قبل التحالف ضوءا اخضرا بل ربما معرقلا من قبل الشريك الاخر في تحالف دوله الامارات العربيه المتحده، وبالتالي في اعتقادي بان كل هذه الاشكالات يجب ان تصححها
الحكومة الشرعية وأيضا قوات التحالف إن هناك فعلا نية صادقة في تحرير محافظة الحريرة، ما لم يبقى الجرح مفتوحا ويتحمل المواطن العادي تبعاته، وللأسف الشديد ستكون الحديدة بهذا الجرح وصمة عار في جبين الأمم المتحدة ووصمة عار في جبين التحالف ووصمة عار في جبين الحكومة الشرعية. نعم، إذا عودة إليك سيد عبد العزيز الهداشي، أمام هذا الجمود الذي يصيب الوضع العسكري في اليمن وخاصة في الحديدة، ما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة الشرعية وأيضا أمام التحالف العربي؟ للأسف الشديد يعني الجبهات شبه واقفة من عام 2016، أقول شبه واقفة من عام 2016 وما يجري هو اشتباكات. كانت الشرعية تتعلل أن التحالف هو من يمنحها في التقدم في بعض الجبهات، بينما الشرعية التحالف يقول أنه يزودهم بالمال والسلاح وكل ذا والمطلوب منهم يتقدموا. أعتقد أن الخلل مشترك بين الطرفين. الحل هو تفعيل الجبهات الرئيسية، جبهة الحديدة ما الجمود، يمكن جبهة الحديدة تشهد بعض المناوشات، لكن في جبهات يعني تقريبا واقفة بنسبة 100% مثل جبهة نم، جبهة المصلوب، جبهة الجوف، جبهة قانية في البيضة، بشكل عام الجبهات تقريبا يعني حتى صدئة الأسلحة ومدت العنكبوت خيوطها على فوهات البنادق إذا جاز التعبير. وللأسف الشديد قد ينظر إلى هذا الأمر على أنه إيجابي، لكنه يظل أمر سلبي طالما ليس هناك أفق سياسي للحل. الحل الرئيسي هو تفعيل الجبهات الرئيسية فقط وليس كل الجبهات، على سبيل المثال تفعيل جبهتنا وبالتوافق مع التحالف العربي ألا يعترض، تفعيل جبهتنا، تفعيل جبهات الجوف الغربية فقط اللي هو المصلوب المطمة، تفعيل او الضغط العسكري من جبهه حرب ولو ضغط من باب المناوشات، غير كذا وجبهه الحديده ان امكن، غير كذا بقيه الجبهات جبهات عبثيه وتاكل الرجال وتاكل البال وتستهلك السلاح. ما فيش داعي يعني لاشعال جبهات ثانويه نهائيا، فقط جبهه نام وجبهه الجوف الغربيه فقط اللي يشتعلي، اضافه الى جبهه الحديده. غير كذا تتوقف المعركة تماما لأن معارك عبثية. الغرض من أي معركة عسكرية هو الضغط السياسي، الحصول على مكاسب سياسية. في حال تقدم الجيش الوطني في جبهة نهم إلى نقل بن غيلان سوف يرضخ الحوثي للحل السلمي. في حال تقدمت وتحررت الحديدة، رغم أني أنا ضد تحرير الحديدة في الوقت الراهن لأن هذا معنى إبادة المدينة، كان زمان بالإمكان تحريرها بسهولة. في حال تحررت الحديدة سوف يقترب الحوثي للحل السلمي، أو العكس، أو لو حصل العكس في حال تقدم سيطر الحوثي نهائيا على الساحل الغربي وسيطر على وهاجم مارب وحقق تقدم سوف ترضخ الشرعية للحل السلمي، أي لابد من طرف يحقق انتصار بين ليكون هناك حل سلمي. أما الآن فنحن في أسوأ مرحلة من مراحل الحرب التي تسمى اللا سلم ولا حرب، وهذه تستهلك افراد يعني تشبه حرب الاستنزاف، تستهلك الارواح وتستهلك الافراد وتستهلك المعدات وتستهلك الاموال. نعم نعم. اذا السيد عبد العزيز الهداشي المحلل العسكري كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك سيدي. اذا بالعوده اخيره اليك سيد عبد الحفيظ الحطامي، الان وبالنظر الى الوقائع على الارض ومع هذا التمديد، إلى أين تذهب معركة الحديدة والوضع في الحديدة واتفاق ستوكهولم عامة؟ يعني أخي الكريم، طبعا الوضع الميداني باختصار، لا تزال الاشتباكات مستمرة منذ 18 من ديسمبر العام قبل العام المنصرم طبعا 2018 وحتى هذه اللحظة لا يوجد لا تقدم للقوات المشتركة ولا يوجد أيضا اختراق من قبل الميليشيات بواقع القوات المشتركة، هناك استهلاك للأرواح واستهلاك للأموال واستهلاك للأسلحة، لكن للأسف الشديد لا يوجد أي تقدم رغم أن القوات المشتركة على بعد 4 إلى 5 كيلومتر من البوابة الشرقية لميناء الحديدة، وبالتالي في اعتقادي بأن بقاء الحرب هكذا مفتوحة للأسف الشديد يعني وضع مأساوي وكارثي بالنسبة للمواطن الذي تقتله الأوبئة وتقتله العمليات القصف وتقتله
التجويع وسياسة إيقاف الرواتب ومشكلة العملة الوطنية وغيرها من الكوارث داخل محافظة الحديدة. هناك بأساء وكارثة داخل الحديدة. الحديدة محافظة منكوبة للأسف الشديد. تتفرج الأمم المتحدة تكتفي بالفرجة والصمت والبيانات الخجولة والباردة والسمجة، والحكومة الشرعية للأسف الشديد لا تستطيع أن تقدم رجلا أو خطوة واحدة باتجاه حل المشكلة العسكرية في الساحل الغربي، ولا القوى ولا قوات التحالف تستطيع حتى هذه اللحظة أن تكون هناك أن تعكس رؤية حقيقية ويعني واضحة وصريحة في إمكانية إحداث عملية تحرير لهذه المحافظة التي أصبحت للأسف الشديد منكوبة باعتراف حتى المنظمات الحقوقية وأيضا المنظمات ذات العلاقة بالأمم المتحدة. نعم، إذن سيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي كنت معي من مأرب، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، وكان معي من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي، وشكر هو موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وهو موصول لكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب العبارة. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله.